صدمة في الجزائر، تاجر يبيع لحوم بشرية في سندوتشات الشوارع. كارثة كبيرة اكتشفتها الحكومة الجزائرية بعد القبض على تاجر كبير وصاحب سلسلة مطاعم بيبيع لحوم بشرية على إنها فراخ جمعية. والحكاية بدأت ب 16 سندوتش شاورما كلهم شاب جامعي، وبعد نص ساعة اشتكى من ألم في معدته ووقع على الأرض بعدها، والناس نقلته المستشفى، وهناك اكتشفوا الكارثة لأن الفراخ اللي كلها منتهية الصلاحية من سنة كاملة. بس مش دي المشكلة، لأن هم اكتشفوا إن الفراخ عليها مادة كيماوية بتقلل ريحة العفن فيها، والأخطر من كده إن هم اكتشفوا إن المادة دي اسمها ماء لافال، ودي بتترش على الجثث في المشرحة. وبسرعة قبضت الشرطة على التاجر اللي بيبيع اللحمة الفذة وبيوردها لكل مطاعم العاصمة، واللي بيساعده في جريمته أخوه رئيس مصلحة الطب البيطري في الجزائر. وطبعاً دي كانت أكبر كارثة أكلها الشعب الجزائري، وهنا أمرت الحكومة بقفل 60 مطعم. وبعدها انفجر غضب كبير بين الناس على السوشيال ميديا، وكان ليهم سؤال واحد بس: إزاي الراجل ده بيبيع لحمة فاسدة من 25 سنة ولسه مكتشفين النهاردة؟ السؤال ده ليكم، ومستنيين إجاباتكم لينا في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر من عين مصر. كانت معكم سالي حمد.